ونكمل في موضوعنا عن تاريخية يوم الخمسين، إنه هذا اليوم لا يتكرر مثل ما ذكرت، إنه يوم تمجيد يسوع وإتمام وعد يسوع وقد تم. وأنا بتهيأ أكيد رح تحكي عن نبوات العهد القديم. طبعا طبعا تفضل طبعا تفضل السيس. أصل الحقيقة مجيء الروح القدس زي ما قلنا له خلفية تاريخية، لكن في نفس الوقت أسيس نزار العهد القديم بيتكلم عن مجيء الروح القدس وعن وعد الرب يسوع، عن وعد الآب، وعد الأنبياء أن الروح القدس سوف يأتي. أنا أرجو أن احنا نلتفت إلى ما جاء في سفر حزقيال أصحاح 36 والآية 25 إلى 27. حزقيال 36، يا ريت لو نقدر نلاقي على الشاشة الكلمات دي أكون شاكر الفضل لو تطلع، ما أعرفش إزاي. يقول الكتاب هذه الكلمات: وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجساتكم ومن كل أصنامكم أطهركم. خلي بالك من الكلام الجاي اللي الرب يسوع بيوعد بيه، اللي الكتاب بيوعد بيه: وأعطيكم قلبا جديدا. شوف وعد ربنا لنا إيه: وأجعل روحا جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. خلي بالك من الآية 27، بص من فضلك بيقول إيه: وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها. هنا وعد مبارك بعد ما فشل شعب إسرائيل إنهم يحفظوا الناموس والشريعة وعصوا الرب عشرات بل مئات المرات. الرب يقول لا، لازم يحصل حاجة جديدة، لازم يكون في عهد جديد. العهد الجديد ده أنا أغيركم من جوه عشان تقدروا تطيعوا كلماتي. هو ده اللي الرب يسوع اتكلم وقال هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. لو أذنت لي أسيس نزار، أحب أني أنا أشير إلى نبوة يوئيل أصحاح 2، وياريت لو طلعت على الشاشة أكون شاكر الفضل فعلا. في يوئيل 2 يقول الكتاب هذه الكلمات: ويكون بعد ذلك، الآية 28، يقول 228، أني أسكب روحي على كل بشر، فتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام. قد إيه نشكر ربنا من كل القلب من أجل الوعد الموجود في الكلمة المقدسة. والكتاب بيكلمنا عن هذه الوعود، إن الروح القدس ليس شيئا جديدا، وده اللي حصل في سفر الأعمال. سفر الأعمال أصحاح 2، أنا مش عارف إذا كان ممكن نتابع الكلمات دي ولا لا على الشاشة. أعمال 2 من الآية 16، بطرس وقف في يوم الخمسين وبيقول لهم هذه الكلمات من الآية 16، يقول لهم من الآية 15 آسف، لأن هؤلاء بيشهد لليهود يوم الخمسين، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار. خلي بالك من الكلمات الجاية من فضلك: بل هذا ما قيل بإيه؟ هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، فتنبأ بنوكم وبناتكم وأرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون. النهاردة بنشوف أن بطرس وقف يشهد لليهود يقول لهم: فاكرين الكلام بتاع يوئيل أصحاح 2؟ هو ده إتمام لوعد الرب اللي وعد به. يبقى الآب بيوعد بفم أنبيائه في العهد القديم، والرب يسوع يقدم وعد، ونرى أن الآب يتمم وعده ويرسل ما سبق وتنبأ به أنبياء العهد القديم عن إرسال الروح القدس، وما وعد به شخص الرب يسوع اللي بيقول عنه: وعد الآب، موعد الآب الذي سمعتموه مني. أنا بشكر ربنا من أجل كتابنا المقدس يا سيد نزار، كتاب عظيم ورائع، كتب في أكثر من 1500 سنة، وكتبوا أكثر من 40 كاتب، كتب في 3 قارات وبـ3 لغات، لكنه كتاب واحد يشهد لبعضه البعض.